من الانتفاضة المباركة والمجيدة في ليبيا هو جزء من التدافع الذي يهدف إلى إسقاط النظام وتحرير ليبيا من نظام القذافي. نحن شكلنا هذا الائتلاف منذ بداية انطلاق الانتفاضة وقبلها بأيام، شكلنا لجان الميدانية ولجان الإعلامية ولجان السياسية، شاركنا مع شعبنا الكريم وشعبنا العظيم في الانتفاضة المباركة. بالأمس وشاشة الجزيرة مشكورة نقلت جزء من فعاليات الانتفاضة في فشلوم، والشباب الذين قرأوا البيان في عمق طرابلس، وهذا دلالة على أن الانتفاضة بفضل الله سبحانه وتعالى في طرابلس رغم القمع رغم الحدث التهميش الإلغاء والإرهاب المنظم والقتل المنظم ما زالت حية، ما زالت تتنفس، ما زالت قادرة أن تصل بصوتها إلى كل العالم. طيب هل يعني نقرأ في تصريحات الأمين العام لحلف الناتو بأن الأزمة في ليبيا لن تحل عسكريا، أن الحلف يبحث عن مخارج سياسية للأزمة؟ بطبيعة الحال الحل لن يكون عسكريا فقط، يعني في أي أزمة دولية يتداخل فيها العسكري والسياسي والميداني إلى أن تنتهي في المحصلة وتصل إلى حل الأزمة. يعني المسعى العسكري هو جزء من الحل في ليبيا، يعني لا يمكن حل الأزمة فقط بالطريقة العسكرية، لابد أن تنضم إليها الجهود المدنية والسياسية لكي تنحل الأزمة في ليبيا، وهذا شيء طبيعي. طيب كيف يتوافق هذا مع رفض المجلس الانتقالي للمبادرة الإفريقية؟ هذا يتوافق، المجلس الوطني يرفض أي مبادرة، وأظن هذا رغبة وإرادة كل الليبيين، أننا لن ندخل في حوار، كل حوار أو كل تسوية أو كل مفاوضات ليست قائمة على قاعدة وشرط خروج القذافي هي مرفوضة، بل ويمكن اعتبارها من قبيل الخيانة الوطنية. لا يمكن بأي حال من الأحوال بعد هذا سفك الدماء وإزهاق الأرواح والتدمير والإرهاب المنظم من قبل القذافي أن نأتي في نهاية المطاف ونتوج دماء الشهداء بحوار ومفاوضات مع النظام. هذا النظام انتهى سياسيا، انتهى شرعيا، هناك الآن إجماع محلي وأقليمي ودولي على أن هذا النظام أصبح من الماضي، وبالتالي لا يمكن الدخول في مفاوضات أو أي حوار مع هذا النظام. طيب هل هذا يعني أن وفد الاتحاد الإفريقي جاء بدون علم من لديهم بموقف المجلس الوطني الانتقالي؟ لست أدري بالتحديد هل جاءوا بعلم أو بغير علم، لأنها كادت تكون يعني مبادرة ليبية، ويبدو أنها مفبركة بطريقة ليبية، بمعنى هم يعلمون في تقدير العالم كله يعلم بأن الليبيون قرروا وانتفضوا، والمجلس الوطني الانتقالي قرر أنه لا يمكن الدخول في أي مفاوضات أو أي حوار بدون يعني شرط الرحيل فورا عن ليبيا، أي رحيل القذافي وأبنائه وزمرته من ليبيا. طيب سيد نزار كعوان شكرا جزيلا لك. ومعنا من الزنتان